السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اعتذر، واضح الصوت شوي تعب مرض، جاي ناخذ علاج والله كريم. تحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس في حال اذا عجبكم الفيديو لايك، شكرا لكم. طبعا الفيديو هذا هو فتح الباكج او ايبك انجلترا، فتحت اخذت اوين وقاعد ناس كولز وبيغهام، نزلتي هي على بيغهام بمعنى صح. فتحنا هواي والله ماكو الا ما يجي، ده ننتظر ونشوف. قلت اصور الفيديو ما دام طول هيجي، اصور على يجي. ماكو شيء، هو طونا بيقام خلوا نروح، حتى نروح نخلص ونروح. يدرون هم على فكرة انه انا اريد بيقام، فلذلك ما راح ينطونيها، اخر واحد راح يخلوه. مجبور افتحهم كلهم لانه بيقام باقي عندي اثنين لازم يكونون عندي بالفريق. بيقام بيقام ومنو؟ بيقام وفيرا. اذا يجوني بكلر هم اخذهم طبعا، بس هذولي اهم اثنين عندي تقريبا. باقي عندنا 51 لاعب المفروض، بس انا فاتح 100 لاعب بالضبط، هم مو المجموع يكون 150. اجاني اوين رقم 4، لا فتحت 4 اجاني اوين، فتحت 4 اجاني اوين، حاليا بقى 50 لاعب كلها جد، الباكج كله اجا وبيقهام ماكو. هذي دا عمك يلا طونا بيقام، خل نروح فوضونا. ناويين يخلصونهم كلهم، بعد دار خلوا لي فلوس، دار اخذ الحزمة مال هولندا واسبانيا يحبونه. بيغهام 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 الأسطورة بيغهام يا معودين. 45 لاعب صدق كذا تريدون تخلصوهم كلهم؟ طونا يا فضونا. اها طولوا ينطونا 4 نجمات، اعتقد وراها اكو شيء خلال هالكم لاعب هاي، احتمال بيقهم اذا ما ينطونا 5 نجوم. طبعا كل ما ينطونا 5 نجوم اكيد مو 5 نجوم، ورا الاربع نجوم اذا هواي ينطون 4 نجوم 3 نجوم 5 ما ينطون، واصلا ينطون لبك. ان شاء الله مو 4 مو 5 العفو، لا هذا اصلا ما له علاقة بالخمسة ولا له علاقة بالاربعة، ما هو دور بعد. 40 42 لاعب تادي ده الداش مال انتر كوريا مو 5 كلش اوكي. شوف هسه المفروض خلال هذا، المفروض هذا اللي ورا المفروض يعني اذا عندهم اذا يشتغل عندهم المفروض طبعا ما له علاقة. اوكي يلا هات هذا، بقى 40 لاعب صبوها. ايه هو بيقهام، اخيرا بيقهام، اخيرا بيقهام، شكرا شكرا. شوف شوف الفكرة، شوف الباور، شوف المصيبة غير يخبل هو.
غيري خبول بيغام الأسطورة أخيرا. تمام، أكو داعي أخذ سكولز يعني؟ ما أكو داعي أنا أخذ سكولز أصلا. شكرا جزيلا بعد عناء. طاقاته حلوة وهو أصلا 39، يعني راح يصير العرضيات مالته 1090. خرب عرضك، يستاهل اشتري، يستاهل. هو أصلا متخصص عرضيات كل شوك. شكرا 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 كونامي. هذا كان فيديو اليوم. أكمل نشوف سكولز شو إيش قد يجي. 39 لاعبك يجوز يجي ولا 4-5 إذا ما انطونا 5 نجوم لأسن. المهم إنه مو 5 نجوم، 7 مع نابولي مو 5 نجوم ولا لا علاقة بالخمس نجوم. للثلاثين هسه 38 لاعب، للثلاثين إذا إجا يجي إذا ما إجا هي تبين من البداية. هاي الخمسة خمسة ستة إذا ما بيهم 5 نجوم يستمر 3 نجوم 4 نجوم اللي وراء رأسا يجي الأبيك. لحد الآن ما في شيء. أنا راح أمشي وين باقي لنا 6 من 30 لل 30 حدي وياكم. لا تنسون لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس كل ما يخص اي فوتبول راح نكون وياكم به. هي مشاركة مو يوتيوب شان، بس اشارككم اللي دا اسوي له اكثر ولا اقل عشان تستفادوا منه. اوكي ماكو بيجام 15 مال ريال مدريد، مو هذا فالفيردي 5 نجوم حرامات. عندي فالفيردي، عندي كل النسخ 5 نجوم ما راح ينطو قريب، مستحيل راح يخلوا الاخير سكوس. ماكو داعي، عندي هم اصلا نسخة سكوس. المهم جانا بيجام ماي. الفيديو الجاي كتبوا لي بالتعليقات، انا قلت بالفيديو السابق كتبوا لنا بالتعليقات الحزمه اللي ناخذها، هولندا ام اسبانيا. شكل هولندا ام اسبانيا، هولندا على الاكثر، اسبانيا هم واحده من عندهم او احتمال حسب آرائكم. خلينا نشوف آرائكم، اسبانيا ولا هولندا، حزم من الحزمتين راح ناخذ. هاي اخر واحد راح نفتحه، ما يسوى بعد. اخذنا بيجام خلاص. اي تمام. 20 من هذا سيرجيو. اوكي اخذنا بيجام بعد ما عدنا شيء. شكرا لكم. يجوز يجينا بالمجاني لانه ما ننسى انه كو بالمجاني. فقعدنا هذا الحزمتين يا حزمة ناخذ فيهم. كتبونا بالتعليقات اسبانيا ام هذا رودريجر مصيبة. هذا رودري وهنا الدفاع ماله وكا والوسط في 3-4-5 لواعيب ابو هولندا. على العموم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تحياتي لكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.